توفي 8 أشخاص وأصيب آخر جراء حريق شب في منزل بولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة فجر اليوم. وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة، قالت إن فرق الإطفاء تعاملت في تمام الساعة 4:30 صباحا مع حريق شب في منزل بمنطقة حي السلام ببركة، نتج عنه عدد من الوفيات وإصابة واحدة. وللمزيد من التفاصيل حول الحريق ينضم إلينا من ولاية بركة مراسلنا عبد الله بن عامر الوهي. بداية عبد الله، انقل لنا صورة الحدث الآن وما هي أيضا أبرز المعلومات لديك. السلام عليكم أخي علي. بداية نقدم خالص التعزية إلى أسرة من رزئت ولاية بركة اليوم بفقدهم 8 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة حي السلام نتيجة حريق الذي شب فجر هذا اليوم في منزلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم في فسيح جناته. طبعا الحريق اليوم الذي نشب الفجر هذا اليوم نتج عنه وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة. تفاصيل حقيقة هذا الحريق وأيضا يعني ربما مسبباته والإجراءات التي ربما ستتبع أو ما هي الإجراءات التي تتبع راح نتعرف عليها من خلال لقائنا التالي بالمقدم خليفة بن سعيد الإسماعيلي قائد مركز الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة. ولكن ربما يعني أيضا لديه الآن ربط مع إذاعة سلطنة عمان، إذا كان في الإمكان أنه سيكون الربط مع بعد قليل الأخ علي. نعم، الآن لربما ذكرت أن عدد الوفيات وصل إلى 8 وفيات، لربما السؤال الآن الأسباب لم تظهر، لكن البعض يتحدث عن أن المسبب الرئيسي هو الاختناق، هل بالإمكان أن تؤكد لنا ذلك أخ عبد الله؟ الحقيقة الآن الأخ علي رجال الدفاع المدني والإسعاف والمعنيين بشرطة عمان السلطانة في مثل هكذا حوادث يعني يقوم بواجبهم في البحث عن أسباب التي أدت إلى نشوب هذا الحريق وأيضا الإجراءات التالية التي راح تتخذ. بطبيعة الحال الأخ علي ينبغي في مثل هكذا حالات أن تتخذ إجراءات معينة تجنبا لمثل هكذا، لأنه الأسباب الأولية التي ذكرت أنه أسباب الوفيات لم تكن نتيجة الحريق الذي يعني وإنما كان نتاج استنشاق الدخان الذي يعني أتى على المنزل، لأن الحريق شب في الدور الأرضي فأتى على المنزل بشكل عام، وبالتالي استنشقوا هؤلاء الذي اختارهم الله سبحانه وتعالى الدخان فكان ما حدث. ولكن التفاصيل راح ناخذها مباشرة من المقدم خليفة بن سعيد الإسماعيلي قائد مركز الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة. مقدم خليفة، تعازينا لأسر من اختارهم الله سبحانه وتعالى، ونتحدث عن الأسباب التي ربما الأولية التي وصلتم إليها في هذا الحريق. بداية أحر التعازي والمواساة لأسرة الضحايا. بالنسبة للحريق شب إطلاق الدفاع المدني في حدود الساعة 4:36 و35 دقيقة عن طريق عمليات جنوب الباطنة وقوع حادث حريق في حي السلام، وفور تلقي البلاغ تحركت أجهزة الدفاع المدني والإسعاف هذا الموقع. واتضح من خلال المنزل المتكون من طابقين وان الحريق تركز في الصاله الاماميه للمنزل. نعم. الاسباب التي يعني ادت الى وفاه هذا العدد في البيت يعني نتحدث عنها. بالنسبه للاسباب حتى الان مسببات الحريق اولا تقوم الجهات المختصه بعمليه البحث، اما الاسباب هو تنشق استنشاق كميه كبيره من الغاز او اللي هو اثار الدخان الموجوده في المنزل. الإجراءات يعني في مثل هكذا يعني حرائق أو كذا بما تنصح، خاصة أنه ربما تحدث في كثير من الأحيان مثل هكذا حرائق؟ صحيح، بالنسبة للحرائق اللي تحدث في المنازل دائما تكون يعني هي نتيجة الإهمال، ربما تكون نتيجة الإهمال، ونصح جميع الأسر قبل التوجه إلى أو السبات غلق جميع الأجهزة الكهربائية التي لا يعني تستدعي أن تكون في عملية تشغيل بصفة مستمرة. في حال حدوث حريق مقدم خليفة يعني حتى نتجنب أكبر عدد من الخسائر، ما هي الإجراءات التي تتبع بشكل عام؟ نتمنى أول شيء الجميع
المحافظة على السلامة دائما في المنزل واتباع الإرشادات التي تقدمها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في عملية المحافظة على الأجهزة الكهربائية، استخدام وسائل الإطفاء الموجودة المتوفرة بشكل كبير في الأسواق ممكن شرائها واستخدامها، وتعليم الأسرة كيفية استخدام هذه الأجهزة. إذن الإجراءات لا تزال هنا التحقيقات جارية في معرفة الأسباب. نعم، بالنسبة لعملية البحث طبعا عن طريق الجهات المختصة الموجودة الآن في الموقع يتباشر عملها وسيعلن في حينه، سيعلن في حينه إن شاء الله. المقدم خليفة بن سعيد الإسماعيلي قائد مركز الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة، شكرا جزيلا لك. إذن علي، هذه التفاصيل الموجودة هنا الآن في منطقة حي السلام وبالتحديد المنزل الذي شب فيه الحريق ونتج عنه وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة. كل الشكر لك مراسلنا عبد الله بن عامر الويهي من ولاية بركة.